بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، نحييكم ونرحب بحضراتكم، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على كأس الاتحاد السعودي للهجن على أرضية هذا الميدان، ميدان نجران، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الشكر وكل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، والشكر لولي العهد الأمين، وشكرا لوزارة الرياضة الممثلة بصاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل، وشكر لرئيس الاتحاد السعودي للهجن سمو الأمير فهد بن جلوي. إذا مرحبا بضيوفنا برض الكرامة، أنت وأهل الدار والضيفان حنا، يا أهل الضمر لكم في الدار قام حي سمحة الوجه اللي لفنا. إذا ينطلق الشوط 19 للبكار، اللقايا من مسافتنا هي 4 كيلومترات، نسير وإياكم ونبحر مع هذه الأسماء، نتقدم مع تغرود ومهدي بن بطشان بن صالح المحامض، يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل الشعار سفر بن سالم بن عويض العصيم العتابي، يقدم لنا سلطانة مع المستوى الثاني، بينما المركز الثالث وصل الشعار مانع بن راشد بن حمد بن حشان المنجم، يقدم لنا بلشة، ووصل الشعار وتقدم نادر بن فرج بن سعد المروان الجاني، يقدم لنا وسامة، ووصل عامر بن راشد البريس المري، يقدم لنا الغزيل. ولكن نعود لنعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، نعود إلى تغرود مهدي بن بطشان بن صالح المحامض. المركز الثاني وصل أحمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، قادم مع ذان الأسماء، مع ذان التحديات. المركز الثالث وصل عامر بن راشد بن سعيد البريس المرية، يقدم لنا الزعيمة، الزعيمة مع المستوى الثالث. رابعا وصل نادر بن فرج بن سعد المروان الجاني، يقدم لنا وسامة، وسامة. وخامسا من تدخل الشعار عبد الله بن محمد بن حزام أولنديل المرية، قادم يقدم لنا اليمامة. ووصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل عزام بن مقبل بن محمد الصيعري، يقدم لنا مسرة، يقدم لنا مسرة. ووصل أيضا وتقدم من الجانب الآخر عيد بن سفر بن سلطان المزروقي الكمي مع مرضية. ولكن نعود لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى المركز الأول، إلى الزعيمة عامر بن راشد بن سعيد البريس المرية. المرية تقدم بالصدارة بالمركز الأول، ووصلت اليمامة وعبد الله بن محمد بن حزام أولنديل المرية، قادم مع المستوى الثاني مع ذان التحديات. بينما المركز الثالث وصل وتقدم شعار راشد بن علي بن راشد البريس المرية، يقدم لنا غلا مع المستوى الثالث. رابعا وصل عيد بن سفر بن سلطان البقمي، قادم ليقدم لنا مرضية مع المستوى الرابع. خامسا وصلت تغرودة ومهدي بن بطشان بن صالح المحامض. ولكن عودة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، لنجد هناك من غيرت، من انطلقت اليمامة عبد الله بن محمد بن حزام أولنديل المرية، يتقدم بالصدارة، يتقدم بالمركز الأول، لكي يقدم لنا اليمامة وانطلاقة اليمامة بالمركز الأول بصدارة الشوط. الله يا اليمامة، الله اليمامة تتقدم يا أهل الهجن، ما عاد فيها معاذير، الشوط حامي من استرت البداية، كل يركز زين ويتابع السير، ما دام لابس سبق مقصد وغاية. حبيت أذكركم عسى فالكم خير، كيلو تبقى عن خطوط النهاية. الله الله الله، هنا اليمامة عبد الله بن محمد بن حزام بن انديلة بن انديلة، وهنا اللي على المركز الثاني عامر بن راشد المري مع الزعيمة، الزعيمة
الخيمة واليمامة، المركز الثالث عمر بن عبد الله بن معيش المسعودي قادم مع غزلان، غزلان مع ثالث الأسماء، ولكن عودة إلى اليمامة، عودة إلى اليمامة، اليمامة 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 مع الصدارة مع المركز الأول بشعار عبد الله بن محمد بن حسام بن انديلة بن انديلة يتقدم مع اليمامة مع المركز الأول. الشعارات وصلت، الشعارات أحضرت، وصلت زعيمة عامر بن راشد بن سعيد البراس المرية، ووصل شعار عمر بن مبارك بن راشد يقدم لنا هملولة هملولة، ولكن ولكن الزعيمة الزعيمة مع الصدارة مع المركز الأول عامر بن راشد المرية ينطلق يندفع مع الصدارة العالمية العالمية، اطلق العنان للزعيمة الزعيمة الزعيمة، ولكن هملولة 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 قادمة بكل قوة، هملولة هملولة ولا الزعيمة، يا ذكر الله يا ما شاء الله، تحركت الزعيمة طارت الزعيمة روحت بناموس هذا الشوط، الشوط يتسجل باسم الزعيمة باسم الزعيمة، تهانينا والنوماس لمالك الزعيمة عامر بن راشد بن سعيد البريس المري. المركز الثاني كان بشعار عمر بن مبارك بن راشد القابلة مع هملولة، المركز الثالث من حلت على ثالث الأسماء شعار بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العدم، المركز الرابع من حلت على رابع الأسماء، المركز الرابع كان بشعار عبد الله بن محمد بن حسام الانديل المري مع اليمامة، بينما المركز الخامس خامس التحديات من حلت على المركز الخامس. نتابع وياكم الإعادة، وفي الإعادة إفادة نتابع وإياكم توقيت الزعيمة من حصلت على المركز الأول وبناموس هذا الشوط وبشعار عامر بن راشد بن سعيد البريص المري، والتوقيت الزمني 6:17 28 جزءا من الثانية، بينما المركز الثاني من حلت على ثاني الأسماء كانت هملولة وبشعار عمر بن مبارك بن راشد الجافلة من حلت على المركز الثاني. وثاني التحديات تحمل توقيت ومقداره 6:17 90 جزءا من الثانيه، بينما المركز الثالث كان بشعار اليمامة من حلت على المركز الثالث عبد الله بن محمد بن حسام بن انديله، والتوقيت الزمني 6:20 و75 جزءا من الثانيه. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.